الجيش اللبناني لاحقاق الناصب السوري أبو علاء أمام مسجد الزهراء في طرابلس. الجرحى تم خروج الجرحى من المسجد والقيام بمظاهرة نصرة لجرحى السوريين في طرابلس. مشفى دار الشفاء تضامنا مع جرحى مشفى دار الزهراء نصرة للناصب السوري أبو علاء الذي تم سيتم اعتقاله من قبل الجيش اللبناني. التضامن مع المتظاهرين أمام مشفى دار الزهراء في طرابلس.